ندوة حول موضوع التنوع ووسق التنوع الثقافي واللغوي في المغرب على ضوء التجارب الدولية. إذا سأحاول بشكل مختصر أن أقف عند هذا المفهوم التعدد اللغوي وسأحيطكم علما ببعض مجالات اهتمام هذا المفهوم. يعني يعتبر التنوع الثقافي واللغوي عاملا حافزا تنمية إرغام في مسمون ندران أميان أطياب الدن ميرو الدن قميطة أن نسفق أن نحتفل سأسقس أمينو أسقس المزير أمينو سينفقن زاطمع صديس ميرو الكوز العام الأمازيغي 1964 للسنة الأمازيغية تطابق التقويم الجولياني. ماذا نعني بالتقويم الجولياني؟ هو ما نسميه اليوم التقويم الميلادي، والذي أبدعه اعتني بها التونين باش ننزلوا ذكرتنا التنين اللي سنة سباق ملك سنة جيمال تتلقنا ملك سنة جيمال تمازيرنا. إذن في البداية كنشكر الإخوة والأخوات ديالنا والممالك كما كان عقول اللي كانت بات في شمال إفريقيا حتى بعد الغزو ديال الإسلام في شمال إفريقيا اللي حتى نعرفو التابعات ديالو على التركيبة الاجتماعية. تم المغرب من الوقت الظاهر عن مسمى بريد رأيي من الإنجليزي. على كل حال اسمحوا لي لأن كان المفروض أنه تحضر معكم هنايا السيدة داغمار شميت اللي كانت عطات لي التزام أنها جيت أعطيكم بعض الأفكار المتعلقة بتجربة ديال سويسرا، ولكن بعض المجتهدات اللي حصلت لها بحياتها اليومية اضطرت أنها تعتبر بالتالي المعلومات اللي غنعطيكم هي معينة فيها طبيعة فيها شي حجة اللي شفتها بعيني. وطبعا 1848 فاش تقرر اعتماد النظام ديال فيدرالية سويسرا، وهاد الفيدرالية سويسرا كما قلنا عندها أربعة لغات رسمية تتوزع على 26 كانطون، بحال قلنا 26 جهة في المغرب، 26 جهة في المغرب، وفي نفس الوقت تتقسم الأربعة الجهات الأساسية اللغوية الإسمية، أربعة الجهات الإسمية، وكل جهة من هذه الجهات الأربع دستور اللي تم اعتماده منذ سنة 1848 استمرت الوضعية حتى الحدود 1990، يعني ترى ماشي بعد عندنا بزاف باش اعتمدوا لأول مرة يتم اعتماد من القانون.